تعال انت تعال. قطط السبينكس الكندي. طبعا هذا النوع من القطط نوع جميل جدا، بيجي وجه مجعد، جلده طلع كيف بيجي جلد فش عليه شعر بتاتا. طبعا هذا النوع من القطط حساس جدا من البرد، لازم يكون دافي. شوف ما احلاهم ما احلى دنيهم. طبعا بيجي هادي وعاكل. طبعا هذا النوع الوحيد من القطط اللي انا بحبه، بجننوا. شوف كيف بيجوا عقلات هديات. طلع كيف ملمسه حلو. طبعا هذول لازم ينحطوا في محل دافي وفي علبة دافية. تعالي بس 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 بس. طبعا في لهم طرق هذول لتربيتهم، ممنوع يتعرضوا للبرد، وفي كمان لهم اكل خصوصي، اكل خصوصي. وطبعا في الايام القادمة رح نحكي عن طريقة تربيتهم. شوف العينين كيف بيجوا، ركز، والراس. طبعا في ناس بخافوا من شكلهم مع انه شكلهم حلو بجنن. المرة الجاية بنحكي عن طريقة تربيتهم وطريقة اطعامهم وطريقة تكاثرهم، لانه هذولا في لهم برضو طرق للتكاثر، ما بينفع تجوز الاخوة من بعض. يلعبوا بيض على المسلم. عمري بحياتي انا ما حبيت القطط، يعني للترباية قصدي. انا بحب القطط بس بحبش اربيهم الا هذول، بجننوا. شوف كيف الشكل تبعهم. سبحان الله كيف الجلد تبعهم. مياو اوعى تندم. شو ما اجمل عينيهم وما اجمل دنيهم، جميلات جدا. تغريباتهم لما شاف الجد. ولا نتفت شعر بتاتا بيجي عليهم ولا شعرة. شوفوا العنين كيف طبعا العنين. طبعا هذا من النوع القطط اللي بحب اللعب كثير، بحب الانسان اكثر من القطط العاديه. شوف التجعيد اللي هان على ما احلاها. يلا يلا على بيتكم جوا البيت. طبعا هذول انا جبت لهم خصوصي، ادخل ادخل ادخل، جبت لهم خصوصي بيت يقعدوا فيه يدفوا فيه.